صباح الخير. قد قلت لك إن كل شيء بخير. أهلا جوليكا. أهلا روز. أهلا. أهلا يا فتيات. أهلا. أحبك يا روز، لا أقولها كثيرا. أنا أيضا أحبك جدا يا مارينيت. روز، أنت شمسنا المشرقة. يرتفع مزاج الطلاب بنسبة 95% في وجودك. صحيح يا ماركوف، أنت هي الموسيقى المفرحة في شريط حياتنا. أنتم أيضا تعنون لي الكثير، وهذا صحيح، ليتنا نقولها كثيرا. طريقة رائعة لبدء اليوم. شكرا، لكنها ليست ثقيلة جدا. حمل حقيبتك يساعدني على بناء العضلات. شكرا. هذه المقاعد ليست مريحة أبدا، فقمت بصنع وسائد للجميع، وأنت أول من يحصل على واحدة. شكرا. اطمئني، سأدون كل الفصول الدراسية لك هذا العام حتى لا تتعبي. شكرا، لكن أنا أحب كتابة ملاحظاتي الخاصة. مرة من أمامي. هيا ابتعدوا عن الطريق. دعوا رؤوس تمر، دعوا رؤوس تمر، لأن هذا سيجعلني سعيدا. أوه. أظنك تحتاجين لإخباري بشيء، أليس كذلك؟ تعالي معي. أخبرتهم عنك. أنت قلت لهم؟ أو لا، لن يتصرفوا بشكل طبيعي أبدا. جول، هذا كله خطأي، لكن علي إخبارك بسري. تقلقين علي طوال الوقت. مهلا، أتعلمين؟ لا يهم إطلاقا، سأعتني بهذا. كان يجب أن أخبرهم من وقت طويل. سأشرح لهم كل شيء وسيعود كل شيء كما كان. كنا قلقين. أنت هناك منذ 4 دقائق، ويقضي الناس في الحمام 3 دقائق فقط لا غير. أنا كنت على وشك كسر هذا الباب. لقد كنت على استعداد لإنقاذك. أرى مدى القلق الذي سببته لكم، سامحوني. أنا لم أخبركم عن مرضي من قبل، لأن مشاكلي ليست مهمة أبدا، بل كيفية علاجها الأهم، وكيف أتجاوزها كل يوم. بمنحهم ألقابا لطيفة، بأن تكوني متفوقة، بالغناء دائما بصوت عال. بالضبط، وأريد دائما أن أكون هكذا، وألا تروني بشكل مختلف. كونوا أصدقائي الذين يقضون أوقاتهم معي. لا تحملوا حقيبتي أو تصنعوا لي وسائد أو تقلقوا حين أتحرك مثلا، ولا تأسفوا من أجلي أنا، فليس هناك من هو أسعد مني. حسنا، لا وسائد مطرزة، أنا أعدك. ولا بناء عضلات بالكتب، ولا عروض مودة زائدة. حسنا، أنا حقا أحب عروض المودة. أرأيتم، كل شيء سيكون بخير.